السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمد مصطفى من قناة Island of Knowledge. إن شاء الله راجعين نكمل كورس اللايف كورنت اللي كنا بدأناه مع بعض. شرحنا في الكورس لحد دلوقتي 30 فيديو حوالي 6 ساعات إلا تلت، اتكلمنا فيهم عن كذا نظام من أنظمة اللايف كورنت. وإن شاء الله بداية من الفيديو دوت هنرجع نكمل باقي السيستمز اللي ان شاء الله ناويين نشرحها. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن نظام الفاير الارم سيستم، ونظام البابليك ادرس سيستم، وكمان نظام الاستراكشر كيبلينج سيستم. وان شاء الله هنبدأ نتكلم عن نظام جديد، وهو نظام الاكسس كنترول سيستم، نظام التحكم في الدخول والخروج وليس نظام التحكم في الابواب. في بعض الناس بتسميه نظام التحكم في الابواب، لكن التسمية الصحيحة ليه هو نظام التحكم في الدخول والخروج. حد هيقول لي طب ما الدخول والخروج عبارة عن أبواب، هقول لك ماشي، لكن إن شاء الله من خلال الفيديوهات هنشوف إن الدخول والخروج ممكن يكون أبواب فعلا، وممكن يكون حاجات تانية هنعرفها ونشوفها من خلال الفيديوهات. طيب لو رجعنا كده لورا شوية، كنا اتكلمنا عن الكاتيجوري بتاعت اللايت كارنت سيستمز، وقلنا ان احنا عندنا اول كاتيجوري واهم كاتيجوري فيهم هي اللايف سيفتي، وكان فيها الفاير الارم سيستم والبابليك ادريس سيستم، وبفضل الله عملنا فيديوهات عنهم وعجبت ناس كتير الحمد لله. تاني كاتيجوري كانت اللايف سيكيورتي، ودي فيها السي سي تي في سيستم والاكسس كنترول سيستم. هنبدأ نتكلم عن الاكسس كنترول سيستم، وان شاء الله بعد ما نخلصه هنتكلم على السي سي تي في سيستم، وبعد كده بقية الكاتيجوريز والسيستمز هنتكلم عنهم ان شاء الله. طيب هنتكلم عن ايه في الاكسس كنترول؟ زي ما احنا تعودنا ان اي سيستم هنتكلم عن اول حاجة الديفينيشن والادفانتج بتاعت السيستم، تاني حاجة هنتكلم على الكومبوننت بتاعت السيستم بيتكون من ايه وبنوصلهم ازاي مع بعض اللي هي الكونكشنز، بعد كده هنتكلم على ازاي نوزع السيستم دوت، وهنعرف ازاي نعمل انترفيس بين السيستم دوت وبين الأنظمة الأخرى، وبعد كده هنشوف tips and tricks عن السيستم دوت، وهنشوف ال space program، وفي الآخر هنشوف sample project عن السيستم ده. هنيجي نبدأ بال definition. زي ما قلنا نظام ال access control system هو نظام التحكم في الدخول والخروج، يعني هيكون عند بعض الأماكن في المشروع أي حد ممكن يخش ويخرج منها، دي non secured area، لكن في سكيورد اريا او اماكن محدده ما ينفعش اي حد يدخلها، لازم ناس معينه هي بس اللي تدخلها، ما ينفعش اي حد يدخلها. فانا عايز اعمل سيستم يتحكم في الاماكن دي اللي هي ما ينفعش اي حد يدخلها، ومن هنا بيظهر ديفينيشن تاني هو الاثورايزيشن. الاثورايزيشن هو ان انا بتحكم او ان انا بقول مين اللي له الحق ان هو يدخل المكان دوت، هل هو authorized ان هو يدخل ولا مش authorized. لو authorized يبقى كده هو معاه الرايتس والبريفليج ان هو يدخل الاوضه دي او المكان ده، لو هو مش authorized يبقى بالتالي الباب دوت مش هيفتح معاه. بعد كده هنتكلم على مميزات الاكسس كنترول. الاكسس كنترول اقدر ان انا اعمله على كل انواع الابواب، زي ابواب الزجاج او الخشب او الحديد او ابواب الطوارئ، وهنا لازم يحصل تنسيق مع المعماري بتاع المشروع عشان اعرف انواع الابواب، وكمان بعد كده لما اجي اعمل شوب درونج محتاج ان انا انسق مع مورد الابواب بحيث ان هو يعمل فتحات معينة في الباب عند مكان الكومبوننت اللي هتركب، عشان اقدر ان انا اعدي الكابل اللي رايح للكومبوننت دي، وبالتالي اقدر ان انا اعمل الكونكشنز بتاعت السيستم. تاني ميزة عندنا نظام الاكسس كنترول، اقدر ان انا اتحكم في فتح ابواب الطوارئ وابواب الهروب في حالات الحريق، بحيث ان وقت الحريق الباب دوت يفتح بشكل اوتوماتيك عشان الناس تعرف ان هي تهرب من مكان الحريق او تعرف تهرب من المشروع او من المبنى عموما، وده بيكون من خلال الانترفيس ما بين الاكسس كنترول وبين الفاير الارم، وهنشوف ازاي بنعمل الانترفيس دوت.
تالت ميزة عندنا إن الأكسس كنترول عن طريقه بقدر أحدد الفترة الزمنية المسموح بيها تشغيل النظام. يعني إيه؟ يعني مثلا لو عندي بنك، فبالتالي في عدد ساعات عمل معينة، وليكن مثلا من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 5 مساء، فأنا عن طريق السيستم وعن طريق البرمجة بتاعت السيستم السوفت وير هقدر إن أنا أحدد إن ما ينفعش الموظف يخش المكان دوت بعد عدد ساعات العمل. الكارت اللي هيخش بيه مش هيفتح الباب أصلا. فديت ميزة مهمة جدا من ضمن المميزات بتاعة الأكسس كنترول. كمان زي ما قلنا إن أنا بقدر أدي الصلاحية لبعض الناس إن هما يخشوا أماكن معينة مش أي حد يخشها، وديت اللي احنا قلنا عليها الأثورايزيشن. لو الشخص دوت أثورايزد اللي هو يخش المكان، يعني مسموح له يخش المكان، الكارد ريدر اللي معاه بيفتح الباب دوت هيخش، لو مش مسموح له كده يبقى الباب مش هيفتح. ميزة كمان مهمة إن عن طريق النظام دوت بيدي ألارم عند غلق أو فتح الباب، ودي عن طريق كومبوننت كده صغيرة بتركب في الباب بتبعت سيجنال على الدور كنترولر أو للوحة الأكسس كنترول سيستم بالستيتس بتاعت الباب، هل الباب مفتوح ولا الباب مقفول. طيب الأكسس كنترول سيستم هل إجباري إن أنا أعمله في المشروع أو في أي مبنى؟ قال لك لا مش إجباري، مفيش أي ستاندرد أو أي كود أو أي ريجوليشن حتى بتجبر المالك إن هو يعمل أكسس كنترول عنده، لكن زي ما قلنا إن دوت نظام من أنظمة اللايف سيكيورتي. لو أنت عاوز تعمل سيكيورتي عالية في المكان عندك أو في المشروع بتاعك هتبدأ إن أنت تعمل أكسس كنترول على بعض الأبواب اللي مش عاوز أي حد يخشها. لو مش عاوز تعمل أكسس كنترول مفيش أي حد هيلومك. بعد كده هنتكلم على الأكسس كنترول كومبوننت. إيه هي مكونات السيستم دوت؟ تعالوا كده ناخدها ببساطة ونشوف إيه هي مكونات السيستم. الأوتسايد أو الجزء اللي هو بره الباب أو بره الأوضة أو بره الأريا اللي أنا عاوز أتحكم فيها هيكون عندي باب. الباب دوت في العادي عشان أفتح الباب هيكون معايا مفتاح هحطه في الباب وافتح الكالون هيفتح، بالتالي هقدر ان انا اخش المكان دوت. لكن عشان اعمل اكسس كنترول سيستم فبالتالي عاوز وسيلة تانية او عاوز وسيلة معينة بتوازي المفتاح بحيث ان انا اقدر افتح الباب، فهيكون عندي حاجة بره هنا وليكن كارد ريدر او ريدر عموما، وهنشوف انواع الريدرز المختلفة من خلال الكورس بتاعنا. طيب حد ممكن يقول لي ان انا ممكن اجي وافتح الاكره بتاعت الباب واخش على طول، ايه اللي هيخلي الباب ما يفتحش معايا لما اجي افتح الاكره؟ اقول لك ان في كومبوننت تانية او الكالون بتاع الباب، بس هنا عندنا حاجه زي الكالون بس هو طبعا مش كالون التقليدي بتاع البيوت عندنا، فدوت اسمه الدور لوك. الدور لوك دوت هو اللي هيمنع ان الباب يفتح عن طريق سيجنال معينة بتجيله من الدور كنترولر. طيب دلوقتي انا بقى عندي حاجة اقدر افتح بيها الباب، وعندي حاجة مش هتخلي الباب يفتح غير لو الشخص اللي جاي يفتح هنا اوثورايز ان هو يخش الباب دوت. طيب بعد الباب ما فتح عاوز اعرف هل الشخص اللي دخل دوت قفل الباب وراه ولا ما قفلش، فبالتالي ممكن يبقى عندي كومبوننت تانية بتركب على الباب كده اسمها الدور كونتاكت. والدور كونتاكت دي هي حاجة بتديني استيتس فقط، هل الباب دوت مفتوح ولا مقفول، مش اكتر من كده. طيب بعد ما دخلت من الباب دوت ودخلت الأوضة وقفلت ورايا، فالدور كونتاكت بعتت سيجنال ان الباب مقفول وكله تمام. طيب لو عايز اخرج من المكان دوت هنيجي على الجزء الانسايد. انا دلوقتي جوه المكان او جوه الاوضه وعايز اخرج وعندي الباب، طيب هخرج ازاي؟ في كذا حاجه ممكن تكون موجوده عشان اخرج، لكن ابسط حاجه ان انا هيكون عندي بوتون بالشكل دوت هدوس عليه هيبعت سيجنال للكنترولر، فبالتالي الباب هيفتح وهفتح من الاكره عادي واروح خارج.
دوت اسمه الاكزيت بوش بوتون. في حاجات تانية برضو هنشوفها، لكن دوت ابسط مثال. يعني ممكن برضو يكون عندي حاجة جوه اسمها الدور كلوسر، دوت بنركبه عشان لو حد دخل المكان دوت الباب يقفل وراه اوتوماتيك على طول، عشان لو حد نسي ان هو يقفل الباب فالباب يقفل لوحده. فبالتالي الدور كونتاكت هتبعت سيجنال ان الباب مقفول وكله تمام مفيش اي مشكلة. دي كده ببساطة الكومبوننت بتاعت الاكسس كنترول سيستم. وزي ما احنا متعودين ان اي سيستم بيتكون من الانبوتس والاوتبوتس والكنترول. الانبوتس زي ما قلنا ممكن تكون الريدر وهنشوف انواعه، وده بيكون موجود بره المكان اللي عايز اعمل عليه اكسس كنترول. وكمان من ضمن الانبوتس الاكزيت بوش بوتون اللي موجود جوه الاوضه عشان ادوس عليه ان الباب يفتح واقدر ان انا اخرج. الاوتبوتس هي عباره عن الدور لوك، وده اللي بيتحكم في فتح وقفل الباب. لو الشخص دوت اوثورايزد الدور لوك دوت هيفتح، لو مش اوثورايزد يبقى الدور لوك هيفضل ماسك الباب ان هو ما يفتحش. وكمان من ضمن الاوتبوتس الكار بارير، ودي اللي بتستخدم في الجراجات او الباركنج عموما. والكنترول اللي بيتحكم في الكومبوننت دي كلها هو الاكسس كنترولر او الدور كنترولر، ودوت اللي بياخد السيجنالز من الانبوتس ويشوف الشخص دوت اوثورايز ان هو يخش المكان ولا لا، ويبعت الاوتبوت سيجنال على الدور لوك او على الانتري جيت او على اي حاجه في الاوتبوت على حسب المكان يقول يفتح ولا ما يفتحش. واكيد عندي شبكة كابلات بتربط الكلام ده كله مع الدور كنترولر. هنقف لحد هنا عشان الفيديو ما يكونش وقته كبير، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نتكلم على الانبوتس بالتفصيل وانواعها كلها والاوبوتس والكنترولر وكل الكومبوننت ان شاء الله.